سميتو كاطا اكسيس ديالي في ماروكو داز زوين فرحانه وزي حيتاش الناس بزاف اللي شكروا الفيزا ديالي اللي لبستها اول مره جيت للمهرجان كانت اطلاله نالت الاعجاب ديال الجمهور الحمد لله. وبالنسبه للجديد ديالي كاين الفيلم تاكسي بيض من انتاج ديالنا انا والزوج ديالي ومن اخراج ديال الزوج ديالي ومتلافي ان شاء الله غادي يخرج ان شاء الله في فيفري فوالا. وكنقول للجمهور يسايني كاين بزاف ديال المفاجات في 2019 كنقول لهم سنه سعيده تدخل لكم ان شاء الله بصحه وسلامه وكما ما تمنيتوا وكنتمنى 2019 تكون داخله علينا بكل ما هو جميل.